السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، في احسن الاحوال وصحه جيده ان شاء الله. معكم ناديه من ناديه ستيبون، نقدم لكم كيكه كتجي. هذه هي الكيكه اللي نقولوا لها ديال البونج، مفشفشه وخفيفه بزاف بزاف، وفي نفس الوقت فيها غير خميره واحده. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه والمقادير ديال هذا الكيك، ان شاء الله تعجبكم. بالمقادير غنحتاجو 6 البيضات، غادي نعزلو الصفر على الابيض، زيست ديال الليمونه، قشور حام ليمونه. عندنا هنايا عصير ليمون، من الاحسن يكون فريش. عندنا 180 مليلتر، واحد الخميره من وزن 7 غرام، 300 غرام ديال السكر قاسمه الكميه 200 غرام، وهنا 100 غرام. عندي الزيت 120 مليلتر، و 225 غرام ديال الدقيق الابيض يكون مغربل، الفورس من طبيعه الحال. اللي بغى يدير بلاصه الزيت ديال البرتقال يدير الفاني يديرو، ما كاين حتى مشكل. غنبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نضيف شويه الملحه على هذا الطحين هذا، ونبداو باش نجهزوا الخليط. الاول غادي نضيفو خميرة من وزن 7 غرام، غنضيف 200 غرام ديال السكر، ماشي 100، 200. غنخلطو هادشي، غادي نضيف الزيت اللي هي 120 مليلتر، وغادي نضيف عصير البرتقال. كما قلت لكم من الاحسن يكون طري معصور على اليد من طبيعه الحال. نخلطوا هذا الشيء، ومن بعد غادي نضيفوا، انا نضيف غير شويه الزيت اللي بقى هنايا. من بعد غادي نعزل صفار البيض على بياض البيض. ناخذ القشور ديال البرتقاله، من الاحسن ناخذو غير الصفر لحقاش البيض تيكون مار. هاد القشور ديال البرتقال بحال قلتو كيعزز لينا النكهه ديال البرتقال في الكيكه. صافي نخلطو هادشي، ماشي بزاف، غير يتجانسو لنا المكونات ونحبسو. هانتوما تشوفوا، دابا ناخذوا هاد بياض البيض غادي نضربوه واحد شويه بوحدو، هنا فاش نكون كنضرب غنبقى نضيف هاد 100 غرام ديال السكر على مراحل، 4 ديال المراحل فقط، حتى غادي نحصلوا على واحد المورانغ اللي تكون واقفه كما غادي يوضح لكم الفيديو. غنضيفو شويه عاوتاني ديال السكر،
تشوفوا يدي هتقولي لهم ها انتوما هكا خاص يكون القوام ديال المورينغ ديالنا. ها انتوما شفتوا هنا سيري اللي عاونتني عطيتها تشد ليا مشيت قضيت شي حاجه وجيت قالت لي قولي ليهم راه راني شديت شديتك الباتر صافي. دابا في هذه المرحله غنستعملوا غير لاسباتول ما غاديش نستعملوا كاع الدراب باش خصنا ندخلوا بياض البيض المورينغ غير بشويه باش ما تهرش. ندخلوها حتى هي على مراحل ندير واحد شويه ونخدموها بحال هكا حتى كندخلوا الكميه الاولى وكنعاودوا عاوتاني. المهم على ثلاثه ديال الاجزاء غيب شويه ديروها بحركه دائريه من الفوق لتحت. غنعاود عاوتاني وندير نفس كما درنا للقسم الاول. الا كان بحال دابا شي واحد الحجم يكون كبير ديال المورينغ جاتكم كبيره هرسوها بحال هكا ودوروا باش كتدخل لكم في الخليط بسهوله. وهذا عاوتاني نفس الشيء. دابا الجزء الاخر اللي بقى لينا ديروش بحالي ديرو بول كبيره هكا وندخلوا هادشي اللي بقى في الخليط. صافي هكا تيكون الخليط من بعد ما كندخلوا داك بياض البيض كامل اللي كتشوفوا اون فوا كيدخل بياض البيض كنحبسوا من التخلاط. صافي دابا غنديروها في المول. هذا هو المول اللي غادي نستعمله. من الاحسن يكون هذا المول بحال هكا هو هذا اللي كيستعملوه هنايا الشيفون كيك. هاد الكيك هي شيفون كيك كيديروها بزاف د النكهات القهوه الفاني الليمون بالحليب عندها بزاف 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 د النكهات وكتجي زوينه وخفيفه بزاف. ما كندهنوه ما حتى شي حاجه اللي ما عمره ما جربها غيستغرب كيفاش ما كندهنوهش. ضروري ما كيتدهنش المول حتى الجينواز الا بغيتوها تصدق ليكم ما تيتدهنش المول. صافي غادي نديروا الخليط في المول. ها انتوما كما كتشوفوا هنا من بعد ما درنا الخليط الكيك في المول غادي نحاولوا نديروا بواحد الحركه دائريه هكا وغادي نضربوا المول بحال هكا. هنا سخنت الفران على درجه حراره 170 درجه وغادي نديروا الكيكه ديالنا
تقدر تاخذ لينا حتى ساعه اقسم في الفران، ومن الاحسن نديروها في الرف الوسطاني ديال الفران ونخليوها تطيب على خاطر خاطرها، ونشوفكم ان شاء الله من بعد ما تطيب هذا الكيك. هذه هنا غادي نوريكم الكيكه، هي البارح فاش جبتها من الفران طفى لي التليفون. هي راه كتجبد منفوخه للعلم فقط، باش غادي حيت غادي تجبدوها من الفران وتكون منفوخه، ماشي حيت تنزل لكم تقولوا او نزلات. هكا كدير كتخرج من الفران قد هكا، ودوزات ساعه نيشان في الفران على 170 درجه كما قلت لكم. فاش كنجبدها من الفران مباشره اش كندير ليها؟ كنقلبها بحال هكا وكنخليها بحال دابا. انا درتها البارح في الليل حتى لهاد الصباح، ممكن تخلي واحد ساعتين مقلوبه على هاد الشكل هذا. الا ما عندكمش بحال هاد المول فيه هادو، غادي تشدو شي حاجه وغادي تعليوها من هنايا وصافي، وغادي تبقى شاده راسها. دابا غنحيدو الكيكه من المول باش نشوفو كيفاش جات. انا درتها البارح البلاستيك باش تبقى ليا رطبه من هنايا. غادي ندوزو بحال هكا موس من الجناب، حتى كنعرفو راه الموس دار من جناب كاملين. شتو هانتو هانتوما تشوفو كيكه كيفاش دايره. دابا غادي نحيدها من هنايا ومن هنايا هانتوما. صافي حيدنا من هاد الدواره باش ما تبقاش لاصقه. ها نتوما البنات، ها نتوما البنات، هذه هي الكيكه. شوفوا ما شاء الله الكيكه، شوف كتجي باش ندير شي طبيس كيكه. تشوفوا هذه هي الكيكه، شوف شوف ما شاء الله الكيكه كي كتجي. ها نتوما لعبي بها كما بغيتي، بونجا كتجي رائعه. غادي نشوف هنا نقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوا كي كتجي من الداخل. نقطعوا الكيك ديالنا، شوفوا ما شاء الله الكيك كيف كتجي، خفيفه بزاف بزاف، وكما شفتوا راه ساهله. دابا غادي ندوزو نقدموها بالصحه والراحه. انا وجدت لها واحد لاصوص انا غنوريها لكم اختياريه، ممكن تزينوها غير بسكر كلاصي اي حاجه كراميل. انا وجدت واحد لاصوص ساهله بزاف، انا نوريها لكم دابا. هاد لاصوص درت فيها عصير ديال الليمون، شويه مايزينا وشويه السكر، انا بغيتها تجيني خفيفه. ها نتوما كتجي رائعه بزاف كما قلت لكم اختياريه، وديروها هي وسخونه باش كتجي زوينه فوق الكيك. معها هي مصوبه بالليمون، وهاد لاصوص كتزيد كتعزز النكهه ديال هاد الليمون. غنحطها هنايا، اللي بغى يزيد منها شويه يزيد منها شويه، نقد شويه هنا هكا. وهالكيكه ديالنا موجوده بصحه والراحه. وهكا وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى تعجبكم هاد الكيكه ديال هاد النهار، وتجربوها لوليداتكم. كي كتشوفوا كيكه ما شاء الله كتجي كبيره وبخميره وحده، كتجي رائعه بزاف بزاف وخفيفه خفيفه.
مهم انا متاكده غادي تعجبكم، ديروها بنكهه الفانيلا بغيتو، وان شاء الله نقدمها لكم بنكهات اخرين بحال القهوه كابوتشينو، كتجي رائعه حتى هي. المهم يتجربوا هذه ونعاود نديروا واحده اخرى ان شاء الله. ما تنساونيش تعليقكم ولي لايك ديالكم طبيعه الحال اللي عجبكم لا فيديو، وبارطاجيو لا فيديو مع احبابكم وصحابكم، وخليت لكم راحه الله فيديو قادم، وتهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف.